مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والاعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم اللي ان شاء الله غادي نشارككم فيها بطريقتي في تفصال المخده، ولا كيفاش نفصل المخده باسهل طريقه. بون، بالنسبه للمخده غادي نحتاجو نصف متر يعني من القماش تاع الدراوات، لكل مخده نحتاجو نصف متر. هذاك النصف متر تطووه على زوج من جهه العرض وتسرحوه، يعني نصف هذاك نص تاع المتر تطووه، عفوا، من جهة الطول تطووها هكا بشكل على شكل شريط، وتجيبوا اي مخدة تكون عندكم، يعني اي وسادة تكون عندكم الحجم المناسب تاعها. انا بالنسبة لي نعتمد على هذه الوسادة اللي سبق وكانت عندي واحد الجارة خيطتها لي، المهم واحدة خيطتها لي وبقيت نستخدمها يعني كيما لاباز كالقاعدة، فبقيت نحط عليها كيما كم تشوفون، نحطها في المنتصف ونشوف باللي هذيك دايرة كيما لونفلوب، يعني كيما الرسالة. نفس الشيء نطبقوه على الورقة، دربوا فقط على ورقة كيما درت انا، يعني في الاول كنت ندرب على الورقة، نصنع شريط من الورق نطويه هك وهك، ومن بعد في هذوك الطيات يعني وين الجناح اليمين واليسار نكفو يعني واحد الشوية. هنايا حكمت فقط بلي زيبانجل باش نحكم لا فورم تاع المخدة، ولا نحكم الكبر تاع المخدة باش ما يهربليش. ومن بعد كفيت عليها هذوك الحواف كيما كم تشوفوا، يعني الجناح اليمين واليسار. بالنسبة لي هنا انا عندي متر كما كتشوفوا، يعني فصلت زوج مخايد، هذاك الشيء تشوفوا واحدة فوق واحدة. المهم قلت لكم لكل مخدة تحتاجوا نصف متر من قماش الدراوات. بعد اللي كفيت هذوك الأجنحة اللي هو الجناح اليمين واليسار، هنا جا وقت تاع الخياطة تاع المخدة، يعني ندورو عليها تور وتور حتى الجهة المغلقة ونخيطها كذلك على بعد واحد سنتيم. إذا عندكم نتوما آلة السرفالة يعني بغيتو ديرو لها سيغفيلاج تقدو، أنا ما غاديش ندير لها، يعني غادي نديرها خفيف ظريف. المهم هنا غادي نخيط على بعد واحد سنتيمتر، ومن بعد ندور عليها كاع حتى الجهة المغلقة، قلت لكم باش ما تبقالكمش لا فورم تاع المخدة خاسرة. حتى وتشوفوها مغلقة فوتوا عليها كذلك بالخياطة، ونفوت أيضا بالخياطة فوق هذوك الطيات، يعني فوق الفتحة اللي غادي منها تدخل المخدة، ولا منها غادي نفوتوا المخدة، غادي نفوت كذلك الخياطة عليها توجور على بعد واحد سنتيمتر سادير داير على المخدة تاعي. قلت لكم لبغى على الجهة المغلقة، ونعاود نأكد عليها لأنها بهكا باش نعطيكم لافورم شابة على المخدة. كي توصلوا فقط للكوان يعني للقنت تاع المخده، هنا يتغرزوا الابره، دخلوا الابره وطلعوا هذاك الرجل الضاغطه، ومن بعد تكملي الخياطه وهكذا في كاع المخده، يعني ساير داير على المخده. وهيا لا المخده تاعنا تقريبا راهي جاهزه. هنايا راني قلعت لها هذوك لي زيبانك اللي كنت مثبته بهم، ولا هذوك الدبابيس، ومن بعد نقلب المخده تاعي ونخرج القنوطه غايه الغايه، يعني هذوك الكوان نخرجهم مليح، ونعاود خياطه ثانيه على بعد واحد سنتيمتر على المخدة كذلك من الجهة الخارجية، يعني من الجهة كما نقولوا الزين والشين تاع المخدة. لا احنا غادي نعاودوا لها كذلك خياطة اخرى من جهة الزين تاع المخدة، يعني من جهة الوجه تاع المخدة على بعد واحد سنتيمتر، تقدروا تروحوا حتى على بعد 2 سنتيمتر، يعني ما تعداوهاش 1 إلى 2 باش ما تصغروش المخدة تاعكم بزاف. انا نكتفي فقط بواحد سنتيمتر باش تبقى لي المخدة تاعي عريضة وشابة. وبهكا نكون يعني نفوت كاع على المخدة تاعي، ونكون تاهي كملتها في الخياطة. نفس الطريقة كي توصلوا للكوان غرزوا توجور الإبرة، ومن بعد رفدوا الرجل الضاغطة ودوروا مع المخدة وهكذا، يعني حتى تكملوا كاع المخدة تاعكم. نفس الطريقة واحد الأخت سقساتني قالت لي مفيدة نبغي نخيط وكذا، لكن ما عنديش الماشينة، أسكو نقدر نخيطها بيدي؟ نعم أختي، تقدري تخيطيها بيدك بكل سهولة، لأنه أنا سبق لي ودرت لكم واحد الفيديو وقلت لكم من قبل بلي الخياطة تاعي يعني هواية فقط، أنا نبغي الخياطة، وأول ما بديتها بديت نخيط بيدي، يعني مخدات تاع الدار بغيت نخيط بهم، طابليي خيط سرابيت يعني اللي هما طراشن، خيط بزاف عفايس لداري غير بيدي، يعني غير بالبرا والخيط. تقدري تخيطي صوالح، المهم تدربي وشغلي وقتك وعمريه، يعني ما تخليش الفيديو ياكلك.
اذا بعد اللي كملت المخده تاعي غادي نفوت نكف على واحد الدرا كان عندي كذلك باش نوري لكم النتيجه النهائيه. كما بغيت نقدم اعتذاري على التاخير في تنزيل الفيديو لاني سبقت وعدتكم قبل يومين انني غادي ننزله، لكن نعتذر وسبق لي وقدمت اعتذاري كذلك على المنتدى على قناتي لانه الظرف كان اقوى مني صراحه، ما قديتش نحط الصوت لاني كما ذكرت لكم بسبب وفاه تاع وحده هنايا الله يرحمها ويوسع عليها ويجعل مثواها الجنه يا ربي، مرت زميل يعني الزوج وكذلك يعني هم من عائلتنا الكبيرة. راكم عارفين باللي عائلة العسكر يعني عائلة كبيرة، احنا رانا في بعضنا ونسى العسكر رانا كيما نقولوا خواتات مع بعضنا، متشاركين في بزاف تاع النقاط يعني مع بعضياتنا، كيما نقولوا عشنا الحلوة والمرة مع بعضياتنا ورانا خواتات ونحسوا ببعضنا. يعني اللي راها يعني في نفس الاخر تحس بيا وتحس شراني نقول، لانه هاد الشيء عشناه وعايشناه مع بعضنا. وهي سبحان الله الله يرحمها كي تقاعد راجلها كي مات الله يرحمها، لانه كانت تبني وكانت توجد للتقاعد وغادي تدخل لدارها وتوجد في روحها لدارها وش غادي تدير وكيف تزوقها وكيف تدخلها بعد سنوات من الترحال ومن التعب ومن الكوتيزاسيون وصحتنا ضايعه كما قالك وصحاحي كاع رايحين على الديار تاع الناس. لكن مع التالي الله يرحمها مام با ما دخلتهاش وما فرحتش بيها وما فرحتش في التقاعد، يعني راجلها يقعد لها تخيلوا شحال وراجلها يخدم بعيد عليها، شحال وهي متشاهية وين زوجها يدي التقاعد ويعيشوا يعني مع بعضياتهم ايامات. الله يرحمها على كل حال. الصراحة كنت في حالة لما شفت الاخر وزوج تاعي خبرني وقال لي فوالا، هو صراحة كذلك كان مصدوم، يعني تقريبا عائلتنا الكبيرة كلها كانت تحت الصدمة. فربي يرحمها ومني انا مفيدة، وتحية من كل نساء العسكر اللي راهم معايا، تحية من كل خواتاتي جميع، اخت في قلبها ذره تاع انسانيه ورحمه واخوه، تدعي لها بالرحمه ونقول لك عظم الله اجر عائلتك وعائلتنا وعظم الله اجرنا فيك لانك راكي اخت منا، لاننا نحس روحنا عائله واحده. فربي يرحمها ان شاء الله ويصبر اهلها. لهذا تلقوني خواتاتي توجور ناكد لكم ونقول لكم عميراتي عيشوا نهاركم لنهاركم، عيشي وقتك بروفيتي من زوجك بروفيتي من حبابك بروفيتي من عائلتك، اذا كنتي ما عبرتيش لحبك ليهم عبري بكل حب وعيشي اللحظه، يعني عيشوا نهاركم بنهاركم لاننا والله ما على بالنا شراي قارع فينا. صحيح الموت حق لكن حرقتها كبيره وقهرها كبير، فربي يرحم كاع اللي ماتوا والله يشافي المرضى. وتحياتي للجميع واعتذر منكم مره اخرى. وها هي النتيجة كما شفتوها أمامكم تاع المخدة، هيا لا متقونة ما شاء الله، فقط نظفوا الزوائد تاع الخيوط اللي يكونوا خرجوا لكم نظفوهم فقط، وهيا لا معكم وجدة ما شاء الله عليها، يعني كما اللي يتباعوا برا بها بالدرا. بالنسبة للأخوات اللي سقساوني على الدرا هنا ف الورشة الموقع الراعي الرسمي ولا بد قهوة هادو كاين ثلاثة وهذاك اللي مفرشاته صافي كاتخ، ربع دراوات ربع مخايد، وهذا تسيت الشومبرا تاعي دوك نشوفوه كيفاه جا. اذا دوك نشوفوا لي دغا يعني تاع الشومبرا تاعي ولا لو دغا بالمخايد كيفاه جا، يعني صراحه جا كذلك شباب وخيرتها هكا في اللون الوردي هكا باش كي نقلع الكوفغولي هذاك اللي جاي في الغوز معاني مركبه الغيدو هذاك الغوز، فيبقى لي لو دغا كذلك مليح يعني باش ما نحطش كل يوم الكوفغولي. فكما كنت تشوفوا المخده هيا لا الخياطه تاعها، ولو انه انا المخاد تاعي شويه يعني كبار يعني الاوات فيهم بزاف، فالهذا تبان لكم معمره غايه، لكن ما شاء الله قلت لكم الخياطه ولا اروع ولا اسهل، يعني بطريقه بسيطه جدا كنت وريت لكم طريقتي السهله والبسيطه، يعني فقط هذاك النص متر نطووه على الطول يعني، وكذلك نقصوه ونديروا عليه مخده ونقصوه نطووا الجوانح، وهكا راهي عندنا المخده تاعنا واجده. المهم هنا بعد اللي شفنا طريقه تاع المخده غادي نديكم ونجهزوا الغداء تاع اليوم، شادرت يعني واحد الطبق سهل سهل بزاف.
غدانا تاع اليوم القوانص ولا لي زابا. بالنسبه لي زابا انا ما نشريش الكبده تاع الدجاج، ما تعجبنيش، فنشري فقط القوانص. بالنسبه للقوانص فكيما شفتو غسلتهم غايه الغايه وقطعتهم رقيق، وهنايا سلقت شويه تاع المقارون، يعني عادي مقارون هذيك الصغيره مع الماء والملح، وخليتها فقط تنسلق. تقدو تعوضوا المقارون بالارز كيما تقدو، تفوروا شويه تاع البطاطا كذلك تجي بنينه معاها. اما بالنسبه للشطيطحه ولا بالنسبه لهذيك القوانص مشرملين، فغادي نديروهم يعني بواحد الطريقه جد رائعه. وسبق لي وشاركت معكم طريقتي في تحضير القوانص، لكن تاع اليوم يعني خفيف ظريف. غادي نحط القوانص كما شفتوا هنايا، انا هنا شريت مقدار تقريبا كيلو تاع القوانص، وحطيت له شويه تاع الزيت، خليتها سخنت شويه، حطيت مقدار ملعقه ولا ملعقتين كبار مملوئين من البصل، مقدار يعني حبه متوسطه مطحونه، وكذلك قرن من الفلفل حار. تقدروا تحطوا كذلك شويه من الفلفل الحلو، سيغتو اذا كان عندكم هذاك الاحمر يجي ولا اروع. المهم غادي نقليهم مع بعضهم على نار مرتفعه، يعني خاص النار تكون قويه، وتبقاو تقلوا فيهم مع التحريك. في الاول غادي تشوفوا باللي طلقوا الماء، لكن مع التالي غادي ينشفوا. هنا ضفت لهم مقدار حبه كبيره ايضا من الطماطم اللي تكون طايبه غايه الغايه، وضفت لهم كذلك راس من الثوم، يعني راس كامل من الثوم حكيته وضفته عليهم، اضافه الى الطماطيس المعلبه والهريسه. غادي نحط تقريبا نصف ملعقه طماطيس ونصف ملعقه من الهريسه. بعد اللي حطيت الطماطيس والهريسه نقليهم كذلك واحد الشويه معاهم. هنا نشوفوا بلي السوائل راهم ينقصوا، هنا نضيفوا التوابل باش ما يروحوناش يعني النكهات. غادي نضيف الملح، فلفل اسود، سكنجبير، كركم، وبابريكا حلوه. تقدروا ديروا كذلك البابريكا الحاره اللي يبغي الحار، انا استخدمت الحلوه لاني درت الهريسه ودرت قرن فلفل حار. غادي نحط كذلك القليل من الكركم قلت لكم، ونخلط يعني حتى نشوف السوائل كلها اختفت. هنا نزيد نقليها هنا على النشاف باش تتنكه لي اكثر. في هذه المرحله البقرون تاعي خلاص طابت الماء تاعها ما نرميش، نبدا نضيف يعني بلالو شويه تاع الماء من هذاك اللي سلقت فيه المقارون. نفس الشيء اذا سلقتوا البطاطا، نفس الشيء اذا سلقتوا الارز، ولا اذا سلقتوا خليط من الخضروات، يعني اي حاجه سلقتوها ضيفوا من الماء تاعها لهذيك القوانص، يعني اللي يكونوا عاده عن ما بدرجه الغليان. وان نمرقهم هكا، يعني نعاود نمرق على هذوك القوانص تاعي ونشوفوهم باللي ما شاء الله يتشربوا بالخف هذاك الماء، حتى نتحصلوا يعني على لا تيكستور ولا القوام المطلوب تاع الصلصه. في هذه المرحله هنا ضفت شويه تاع القزبر اللي يكون مقطع رقيق، والكمون والزيت زيتون، ونطفي عليها مباشره. وبهكا نكون تحصلت على القوانص تاعي ما شاء الله عليهم، شطيط حق قوانص ولا اروع، توالم هذه السخانه وهذا الصيف وبيجي قليل. يعني اللي كما قلت لكم كيلو تاع القوانص راهو اقل من 10000، يعني كي تكون غاليه دير 10000 وانت كنتي حضرتي فطور شهي وبنين واقتصادي بزاف بزاف. وقبل ما يجي الزوج تاعي فاكيد نوجد الطاوله تاع الغداء. المهم هنا كنت حاطه شتو هذوك لي سيت دو طابل تاع الورقه، رفدتهم وحطيت عادي لي سيت دو طابل تاعي هادو اللي كنت خدمتهم معاكم في رمضان. الصراحه بزاف شابين ويبهوا الطابله ويضووها، اضافه الى انهم يخرجوا لي شابين مع هادوك الطباسه اللي عندي فيهم شويه تاع التركواز. كنت عندي الكسره من البارح، كنت عجنت الكسره يعني ما عاودتش عجنت اليوم، ما عاودتش شريت، وحطيت هكا المقارون اللي كنت دهنتها بشويه تاع الزبده وهي سخونه، ورافقت بها بهذيك الشطيطحه. يعني مبغيتش نسقي لهم ولا مبغيتش نخلطهم مع بعضهم، يعني باش كل واحد كيفاش يبغي ياكلها. تبغوا تخلطوهم مباشره مع الشطيطحه كيما مداري انا نديرها، نخلط المقارون مع الشطيطحه تاع القوانص، ولا نخلط البطاطا ولا الروز ولا الخضار، اي حاجه، المهم تجي بنينه. وكيما قالوا في بيبليسيتي بنان هذا مكان، الصراحه بنينه بنينه بزاف. المهم نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، نتمنى الطريقه تاع المخده جاتكم سهله ولو اني ما نعرفش نشرح. نتمنى ان شاء الله لا فيديو عجبتكم، تهلوا لي في روحكم، والسلام عليكم.